ما يحدث في قطاع غزة حتى الآن هو تدخل من مصر بما يتعلق بالإدارة ومن أجل أن يتوصلوا لاتفاق معين. الهدف هو وقف إطلاق النار. والوساطة المصرية مهمة جدا. العلاقات الإسرائيلية المصرية تقدمت فعلا في السنتين الأخيرتين، والمصالح المشتركة بين الطرفين واضحة بما يتعلق بهذا الإطار. وهذا الأمر نرى تأثيره على الشرق الأوسط. وعندما كان التدخل المصري، أنا أيضا كنت في القاهرة خلال هذه المحادثات في الاستخبارات المصرية. أنا أعتقد أن الآن المصلحة المصرية هنا هي مهمة جدا وهي الأكبر. فمصر هي الآن متأثرة بعد تغير الإدارة الأمريكية، ولذلك طوال الوقت التي تنجح مصر خلال العلاقات الإسرائيلية أن تقوم بتظاهر أو أن تقوم بتمرير الطلبات لحماس بهدوء، هكذا يمر الأمر. ولكن حماس لم تتوقف عن نشاطاتها، لم تتوقف عن امتعاضها وعن وقف إطلاق النار، وأيضا عن إعادة الجنديين الإسرائيليين والجثتين الموجودتين لديها، وهي هذا الأمر فعلته بشكل غير قانوني. أنا أريد أن أشدد أن إسرائيل اتخذت هذا الأمر كشرط. ولكن إذا أنت تسأليني الآن ما هي الاحتمالات، أقول لك أنه في المدى البعيد غزة أو إلى حين تغيير حماس لمفهومها المتطرف، هذا سيعاني قطاع غزة من الجانب الأمني. ولكن كلما قمنا بانتهاز الفرص التي سوف تتوفر لربما سيكون هناك إمكانية. لست أنا متفائلا كثيرا من قادة حماس، ولكن علينا أن نعطي هذه الفرصة من أجل أن نخلق فرصة مختلفة مثل ما حدث في الضفة الغربية، أن ننعش الاقتصاد وما إلى ذلك. ولكن هذا مهمة صعبة جدا مع منظمة إرهابية كحماس. نعم أستاذ ضياء، يعني سمعت لما قيل هنا، هل يعني كل هذه التحركات من حل أزمة الكهرباء وبدء إعادة الإعمار في قطاع غزة يمكن هذه التحركات أن تنهي احتمال مواجهة عسكرية مستقبلا، رغم تحذيرات وتهديدات بعض الفصائل على رأسها الجهاد الإسلامي؟ نعم، أولا لابد من توضيح بعض النقاط. موضوع الاتفاق القطري المصري الذي وقع أو أعلن توقيعه بالأمس كان مفترض أن يوقع بداية الشهر الجاري وليس الآن، وهو تأخر يعني فعليا. هذا الاتفاق يأتي في إطار اتفاق مصري قطري مع حماس والأمم المتحدة والدول الأوروبية على أن يتم دفع الأموال من قطر إلى مصر مقابل توريد مواد البناء والوقود إلى قطاع غزة، بدل الأموال التي تدفعها حكومة حرب في غزة، مقابل التي كانت تدفعها حكومة حركة حماس تدفعها كرواتب للموظفين المدنيين التابعين لها. أي نحن نتحدث عن الجزء الثالث من المنحة القطرية. هذا أولا. بالنسبة لسؤالك، بالتأكيد الجهود الجارية حاليا جميعها ومنها خاصة الجهود المصرية تهدف إلى محاولة تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. الهيئة الإعمار المصرية تسلمت بالأمس عدة قطع أراضي مفتوحة بحيث ستبني عليها مدن سكنية كاملة بأكملها مزودة بكل الخدمات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار إعادة إعمار القطاع. كل هذه الجهود هدفها الحد من أي تصعيد جديد، منع أي تصعيد جديد في قطاع غزة الحد. وهذا أيضا كان واضح في لقاءات حركة الجهاد الإسلامي والمسؤولين المصريين، اللواء رئيس الجهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل مع زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الذي كان متواجدا في القاهرة منذ نحو 70 أو أقل. كان هناك حديث جدي ومهم عن موضوع ضرورة تسكيت حالة الهدوء في قطاع غزة، موضوع ضرورة إنهاء معاناة الأسرى داخل السجون وخاصة الأسرى المضربين، في إطار أيضا محاولات منع استخدام هذه القضية كقضية يعني تستخدمها الفصائل للتصعيد خاصة حركة الجهاد الإسلامي أو غيرها بظل التهديدات التي كانت أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي على شأن. أيضا كل ذلك يأتي في إطار محاولة مصر التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم حقيقي في هذا الملف.
هناك فجوات ربما واسعة. حركة حماس تطلب قائمة طويلة من المطلوبين ومن قياداتها الكبار المعتقلين في السجون الإسرائيلية. في المقابل إسرائيل لا تريد أن تطلق سراح أي من هؤلاء الأسرى الكبار الذين محكومون يعني بمحكوميات عالية جدا. هناك مماطلات ربما إسرائيلية. نعم ابقى معي لو سمحت أستاذ هاني. دخول مصر على خط المشاريع الاقتصادية بعد أن اقتصر دورها حتى الآن على تأمين وقف إطلاق نار بعد كل جولة قتال بين إسرائيل وقطاع غزة، يعني ماذا يعكس؟ مساء الخير. يعني عايز أقول بالتأكيد أن الدور المصري كان حاضر وبقوة، ليس فقط في عملية التهدئة، ولكن منذ البداية أكدت الدبلوماسية المصرية أن هدفها عملية تحقيق التهدئة ثم البناء على هذه الهدنة لإقامة عملية سلام واسعة ومستقرة، ثم الملفين الآخرين عملية ملف الأسرى ثم الإعمار بشكل أساسي. ويمكن مصر كانت بتؤكد على أن عملية الإعمار عملية مهمة جدا فيما يتعلق بالبناء عليها، لأنها ستكون نتيجة أو ضمن ترتيبات عملية الأسرى. وبالتالي أعتقد أن يمكن مصر كانت ترى أن الملفات مرتبطة ببعض بصرف النظر عن الرغبة الإسرائيلية للتعاطي مع كل ملف على حدة. وبالتالي الإعمار والجانب الاقتصادي للدور المصري الآن أنا شايف أنه هو مهم للغاية، ومصر ستحقق فيه نجاحات. ويمكن الوصول إلى هذه النقطة كان نتاج جولة من الزيارات وجولة شديدة من الجانب المصري، تحدثت عن زياد النخالة وأيضا رئيس الشباك، والزيارات المتبادلة بالعباس كامل إلى الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. وبالتالي من الواضح أن هناك تفاهمات وإن كانت غير معلنة بشكل كامل وبشكل مباشر، لكن هناك تقريبا هناك اتفاق وتوافق حول بعض الأمور، لكن تتم بشكل أحادي كلنا على حدة. لكن في النهاية ده قد يكون مقدمة إلى وجود خطوات إيجابية في ملف الأسرى في الفترة القادمة، لأن ملف الإعمار مهم جدا بالنسبة للجانب الفلسطيني والفصائل، وبالتالي سيترتب عليه وجود بعض التفاهمات وسينتج عنه وصول لتوافق فيما يتعلق بملف الأسرى. وأنا شايف أن يمكن الدور المصري في التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في غزة سيكون له دور مهم جدا ونتائج إيجابية على كافة الملفات في المستقبل القريب.